زملائي في الشرطة، السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في فيديو نتكلم فيه عن طبعا مكتب عملي اللي طبعا بقضي فيه أكثر أوقات الدوام أو ساعات الدوام فيه. نيجي نشوف على السريع، احنا حكينا في الموضوع هذا من قبل، لكن في أشياء في هذه الدورية مش موجود في الدورية اللي من قبل. طبعا الرادار للسرعة، طبعا وهذا هو اللي بيتحكم أو بيقرأ السرعة وبعطي قراءة السرعة كم. في بتكون واحدة موجودة في الأمام واحدة أيضا موجودة بالخلف، وكذلك على الزجاج الخلفي، وكذلك بتكون مصوبة أيضا للخارج بنفس الاتجاه أو بعكس الاتجاه هذا طبعا للسيارات الجاية من الخلف. الكاميرا هذه طبعا فيها نظام جديد، بتسجل من الداخل عن طريق العدسة هذه، في هنا عدسة موجودة، وهذه بتسجل أيضا شو اللي بيصير في داخل الدورية. اللي بيصير يعني الهدف منها أنه مرات نعتقل مثلا شخص بيكون شارب او بيكون مثلا بده يعمل بده ينتحر وبده يهرب من السياره، ومثلا واحده بدها تشتكي على الشرطي انه تعدى عليها او العكس. فاللي بيصير انه هذا بيحميني انا كشرطي من هذه الاشياء ومن هذه الاتهامات. ايضا اذا واحد بحاول مثلا يهرب من السياره طبعا كل شيء ببين فيه. طبعا الجهاز الكمبيوتر هذا اللي بيفحص فيه ارقام لوحات السيارات، الرخصه، سواء كان من اي ولايه من ولايات امريكا، طبعا في بيفحص ايضا من الانتربول الانترناشونال بوليس، ممكن مش بيفحص فيه الشرطه الدوليه. وايضا عندنا العده اللي هي طبعا الام 4 والشاتجن اللي موجوده، وطبعا هي بتطلع عن طريق كبسة زر، مثلا بضغط على زر معين بكون في الدورية وبيفتح وبتطلع الشاتجن. لما بدي ارجعها برجعها بهذا الشكل، بسكر عليها وخلص. كذلك نفس الشيء بالنسبة للام 4، بكبس على بضغط نفس الزر وبتطلع البندقية، لما اخلص انتهي منها برجعها. هذا هو. طب بالنسبة لي في عنا الطابعة هذه طبعا هذه الطابعة بتكون لها علاقة في الجهاز هذا اللي هو بيسجل مخالفات، مثلا بتحرر مخالفات عليها بدل ما تكتب على الدفتر اللي هو معروف، يعني ممكن تسجل في هذا الجهاز. طبعا بتكتب المخالفة، بتعمل سكان على رخصة السياقة وعلى نمرة السيارة، فبتعبي كل المعلومات بداخلها، يعني في خلال دقيقتين بتكون محرر مخالفة وجاهزة. فبتطلع طبعا زي وصل بيطلع من هنا، يعني طبعا لازم هذا الجهاز يكون شغال وهو عن طريق البلوتوث ما مشبوك فيه. طيب بالنسبة للشيء الثاني، طبعا انا حبيت احكي في موضوع اعلق فيه بالنسبة لي الانارة اللي من الاعلى. تلاحظوا في عندي لونين، ابيض والاحمر. الاحمر بيكون احسن للنظر، بيساعد في يعني ما بيكون في صعوبه في تحويل النظر من النظر في الظلام للنظر للخارج في الاناره وين في اناره، فهذا بيساعد يعني. فاحسن شيء بدل ما يكون ابيض، واذا بدك تطلع مثلا لفجأة بدك تتفاجئ في شيء مثلا صار في الظلام، ما بدك تنتظر عبين ما عيونك تتحول وتعطي ترانزيشن من الظلام للنور، الاحمر بيكون اسهل واحسن. فممكن تعطي مثلا تحط مثلا الضوء يكون لونه احمر على اساس يساعدك في هذه النار، او ممكن توضع الجهتين. طبعا تكون هي في كبسه بهذا الشكل. طيب بالنسبه للكاميرا، احنا مثل ما ذكرنا الكاميرا هذه اللي طبعا هي اللي بتصور، والكاميرا هذه من الداخل والخارج مثل ما ذكرنا. كذلك بكون معي طبعا الأجهزة اللي بتكون هنا. طبعا جهاز الراديو بكون متصل في عدة محافظات من الشرطة والشرف والدوريات الخارجية، على أساس صارت مطاردة أو صار مثلا شيء نحتاج مثلا الاتصال في بعض، بكون ممكن سهل الاتصال. طبعا والإنارة الضوء بكون موجود لإضاءة الأوفرهيد لايتس اللي من أعلى، الأزرق والأبيض والأحمر. كذلك الضوء هنا نشوف كيف
تذكروا كيف حكينا عن الضوء الابيض والاحمر؟ طب احنا في منطقه الكرسي الخلفي طبعا الكرسي يكون بلاستيك مقوى وبكون مقسوم الكرسي لمقعدين ومقعد واحد لكن مقسوم بالنصف وبكون في طبعا الزجاج هذا بكون واقي للرصاص او ضد الرصاص كذلك القفص كل هذا بكون واقي ضد الرصاص يعني في منهم مرات مثلا بيخطئ الشرطي وما بيفتش المشتبه فيه بشكل صحيح بيدخل بالسياره معه سكين او معه مسدس فبحاول يطعن او يطلق يقتل الشرطي يغتاله مثلا من الكرسي من الخلف يعني ان شاء الله هاي بتحمينا كذلك نفس الشيء بكون من هنا مصفح والقفص هذا على اساس انه يمنع الشخص مثلا انه يحاول يهرب او يكسر الزجاج ويهرب من السياره ومن الخلف ايضا في باقي العده اللي بتكون من ورا هنا ايضا اللي بكون ايضا في زجاج بلكسي جلاس بكون قوي زجاج مقوى ونصيحة لزملائي في الشرطة قبل ما تبدأ الدوام وبعد ما تضع كل مثلا مشتبه فيه توضع بالسيارة اتأكد انك تفتش السيارة من الدورية من الداخل على اساس انه ما يكون رمى اي مخدرات او اي ممنوعات فيما لو عمل هيك شيء ممكن انك تثبت القضية عليه وكذلك بيكون عندك دليل انه انت فتشت السيارة قبل وفتشت السيارة بعد فعلى سبيل المثال اعتقلت سين من الناس بتهمة معينة مخدرات خلينا مثلا نقول وفتشته كل شيء كان ما كان معه شيء لكن هو كان مخبيه بطريقة معينة فلما دخله بالسيارة مشان هو عارف انه لما يدخل على السجن راح يفتشوا كمان مرة ويشوفوا اللي معه فبيكون حاسب حساب لهذا الموضوع فممكن انه يسقط المخدرات او الشيء الممنوع على الارض في مكان معين فانت لما تطلع من السياره فتش السياره على اساس تتاكد انه ما كان في شيء واذا كان في طبعا هي بتحط التهمه عليه في هذا من هذا الموضوع طبعا يعني فتش المعتقل في المعتقل او المشتبه فيه فتش طبعا دائما بشكل صحيح بشكل قوي اللي لازم طبعا على اساس تحافظ على سلامتك الاناره هي بتساعد في الكاميرا طبعا لما تكون تسجل الكاميرا تسجل من الداخل هذا الشيء طبعا بيحميك فيما لو حاول مثلا يتهمك في شيء طبعا المتهم فيه وحاول يهرب او يكسر الزجاج او كذا هذا طبعا بيكون معك شيء اللي يحميك وطبعا اللي يعطي تقرير مفصل في اللي صار هذا هو بالنسبه لداخل الدوريه ان شاء الله بشوفكم مع فيديو ثاني ومواضيع اخرى يعطيكم العافيه والسلام عليكم.